يقول: هل المصلي أثناء التشهد ينظر في مكان السجود أم في الإصبع والسبابة؟ الأمر في هذا واسع، ينظر إلى موضع السجود أو إلى السبابة، المهم أنه يقصر نظره عن أن يمتد إلى ما أمامه، لأن هذا يلهيه عن الصلاة، أو ينظر في المارة، أو ينظر إلى موضع صلاته وسجوده، سواء النظر إلى السبابة أو إلى موضع السجود، كل هذا أمر واسع والحمد لله. نعم.